فإن الله تعالى جعل محبته مرتبة على هذه الأعمال. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استنصرني لأنصرنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا فضل الله عز وجل وعطاؤه لمن حقق عبودية القلب وعبودية البدن له جل وعلا في الدنيا، أن يكون مسدداً له، معيناً له، حافظاً له في سمعه وبصره وحركاته وتنقلاته، وفي بلوغ مرغوباته، وفي الأمن مما يخافه ويحذره من الشرور والأخطار.